ناخد حضراتكم بقى نتكلم بما النهارده يوم العالمي، هاخدكم كده في جوله في الميركاتو الايطالي. واحنا الحقيقه كنا متوقعين نوعا ما ان نسخه الكالتشيو السنه دي تبقى مختلفه، هيكون معانا جوفاني موتشا الصحفي بموقع كالتشيو ميركاتو معانا طبعا من خلال الفيديو كونفرنس. بدايه اهلا بيك على شاشه الاهلي وبرحب بيك في السادسه. مساء الخير لكم، مساء الخير على الجميع، ومساء الخير على جمهور الاهلي. وقبل بداية هذا البرنامج والحديث معكم، تابعت مباراة الأهلي بالأمس أمام الجيش وأتابع الكرة الأفريقية، وأقول لجمهور الأهلي لقد تعودتم دائما على المضي إلى نهاية الطريق. حسابيا الدوري لم ينتهي، ويجب على جمهور الأهلي أن يتفائل لأن الأهلي قد حسم العديد من المباريات في النهائيات. أتوقع أن الأهلي قد يحدث المفاجأة، والمفاجآت موجودة في كرة القدم. الأهلي معروف لدينا هنا في نابولي وفي إيطاليا، وأعتقد أن الأهلي قد يفعل شيئا من المستحيل في آخر البطولة. الأهلي عودنا دايما أنه ما فيش حاجة اسمها مستحيل، وبشكرك الحقيقة وهعتبر كلامك ده في بداية لقائنا بشرة خير. خليني